الآن عند المسلمين قضية، ما هي هذه القضية؟ هل الله سبحانه وتعالى جسم أم أن الله سبحانه وتعالى ليس بجسم؟ هذه القضية لا يجب أن تهمل من قبل الجماعات الإسلامية ومن قبل المسلمين، وأن يجعلوها في المقدمات، لأن من نظر في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المسائل التي تتعلق بالإله قدمت في مكة، واهتم بها النبي صلى الله عليه وسلم، والله سبحانه وتعالى فصل فيها قريبا من 90 سورة مكية، كلها غالب ما يذكر فيها يتكلم عن الله سبحانه وتعالى نفيا وإثباتا، ويتكلم عن الرسل عليهم الصلاة والسلام وصراعهم مع الناس حول هذا الأمر، إبراهيم في النار وموسى مع فرعون وإلى ما يتبع ذلك، ومصير من يخالف في هذا الأمر العظيم من جنة ونار. فالإنسان لا ينشغل بقضايا ولو كانت مهمة على حساب قضايا أهم، كما سيأتي هذه إشارات. فهذه قضية موضوع